السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه ليلة 28 من رمضان إن شاء الله. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا كل رمضان وأن يعيده علينا سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن قد عرفنا الله. انتقلنا من معرفة أوامر الله إلى معرفة الله جل في علاه كما فعل أصحاب رسول الله. في معنا قصة، مش قصة، في هنا رسالة لأحد الإخوة يعني ينكر علينا أنه قصة الإمام أحمد هي قصة غير صحيحة، واستجابة الدعاء أنه الدعاء يعني مفروض علينا طبعا، والله جل في علاه لا يستجيب مباشرة. وهذه الرسالة سأقرأها بعد دقيقة إن شاء الله، بعد دقيقة إن شاء الله سأقرأ هذه الرسالة، رسالة مصورة، وأنا أرد على هذه الرسالة. هل الاستغفار يأتي باستجابة الدعاء؟ هل الاستغفار يأتي باستجابة الدعاء؟ نعم، بس خلينا نقول هل يستجيب الله جل في علاه؟ وإذا سألك عبادي عني، نبدأ هنا، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هاي أول آية، هاي أول آية تقول إن الله يستجيب. ثم قال المولى عز وجل إن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة ولن سأل يعني نعم. الحديث طبعا معروف إن شاء الله. يقول المولى عز وجل من ذكرني في نفسه، يعني الحديث معروف، وفي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خيرا منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. طبعا هذا يدل على الاستجابة طبعا. كيف يعني نعيش هذا، حقيقة هذه الأحاديث، وما الذي يحول بيننا وبين تحقيق هذه الأحاديث إن شاء الله؟ يعني إن الله يستجيب، بدنا نبين هذا الأمر من حقيقة نعيشه بفضل الله. وأرد على هذه الرسالة، ربما من الأفضل إني أدخل في الرسالة عشان تفهموا شو الموضوع، من الأفضل إني أدخل في الرسالة عشان أنا تفهموا شو الموضوع ونجاوب على هذه الرسالة إن شاء الله. طيب أقرأ الرسالة. طبعا الرسالة بتقول قصة الإمام أحمد مع الخباز قصة غير صحيحة، وقد يدعو الإنسان أعواما طويلة ولا يجيبه الله، كما دعا أيوب استجاب الله وقت ما أراد، واستجاب الله لإبراهيم عليه السلام بعد أن أصابه الكبر. طبعا سيدنا إبراهيم هنا عندما سأل الله جل في علاه إذا فاتك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ربي ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم. فالله استجاب له مباشرة، ومعروف مع قصة ذاك الملك الذي أراد يعني أن يمد يده إلى ست أم نصارى، ست نصارى، فشلت يده فكانت استجابة، وعندما قذف في النار وجاءه جبريل وسأله أو ملك جاءه قال ألك حاجة يا إبراهيم، قال له أما منك فلا، أما من الله فنعم، فاستجاب الله له وكانت النار بردا وسلاما عليه. يعني هاي بالنسبة لسيدنا إبراهيم. واستجاب لزكريا بعد أن أصابه الكبر، هذا من باب إنه الله جل في علاه لا يعجزه شيء، فيريد أن يعني لا تقنطوا من رحمة الله حتى لو أصابك كبر، يعني كبرت في العمر. واستجاب لنوح بعد مدة كبيرة، واستجاب الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد نشر الدعوة وتعرى سيدنا محمد للأذى. نعم، الرسول عليه السلام عندما سألوه عن الروح وسألوه عن ذو القرنين وسألوه عن الساعة، الرسول عليه السلام قال لهم يعني غدا سيأتي الجواب، لكنه الله أراد أن يعلمه جل في علاه، أراد أن يعلمهم أن يسأل الله وأن يقول إن شاء الله غدا سأتي بالجواب، وأتاه الجواب، أتاه الجواب، كان يسأل الله جل في علاه فيعطيه. لكن أنا بدي أجيب، سنكمل الرسالة إن شاء الله عشان نبين إنه شوي وسعوا صدوركم إخوتي الكرام،
مشايخنا شوي. نعم الله يستجيب، الله قريب، لكن في نقاط لازم تعرفوها. أنتم خطتم كثير جدا جدا في أوامر الله، لكن كيف نعرف الله جل في علاه؟ هذا الذي أريد أن أبينه لكم، وهذا ماذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه التوحيد 13 عام. 13 عام علم أصحابه التوحيد حتى عرفوا الله. فبدأوا كان يسأل الله جل في علاه عن ملح طعامهم وعن شراك نعالهم، هل استجاب الله أم لم يستجب؟ أنت أجبني. فلا يعني وسع صدرك، وسع يعني الفهم يكون أوسع والنطاق أوسع، وماذا رأوا عن الله جل في علاه. ويقول المولى عز وجل كمان في حديث قدسي، سنستمر في الرسالة إن شاء الله ولكن نجيب تباعا، يعني يقول في استجابة الدعاء، أنا بدي أحكي على استجابة الدعاء، ليستجيب الله ولا يؤخر كل شيء؟ في نقطة مرحلة يبدأ يستجيب الله، في مرحلة والاستجابة تختلف. لو يعني رب أشهد إن أغبر لو أقسم على الله لا أبره، مفهوم يعني في استجابة الدعاء. لمن يستاهل أنه يكون عنده استجابة الدعاء؟ من قطع شوط في معرفة الله، من يعني عبد الله في هذا الحديث، في هذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا والله يا جماعة أقسم بالله، بس لو أنه مشايخنا يقبلوا الكلام، بس لو يقبلوا ويخلعوا هذا العلم الذي مش يخلعوا العلم يعني قرأوا عن فلان وفلان وفلان وفلان، لكنهم هم فقط يأتوا لنا بما قال فلان. يعني إذا كان ابن تيمية قال خير الدعاء هو الاستغفار، هذا دعاء، تستغفر الله فاغفر الله لك، وبالاستغفار معروف ماذا يعطي الله، بالآيات صريحة، الآيات صريحة، إذا أنت ما عشتهاش أنا عشتها، إذا أنت ما عشتهاش المتابعين عندي عاشوها، هذه حقائق سورة نوح عاشوها، قطفوها وقطفناها والحمد لله رب العالمين. وبسورة الأنفال ما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، عشناها، عاشوها تحت الزلزال، تحت البلابل، تحت الأمور العظام، ما شعروا بشيء. نعم، فهذه آية أخرى. ولكن عندما يقول ابن تيمية إني كانت إذا أشكلت علي مسألة كنت أستغفر الله في اليوم 1000 مرة، يعني يعني أستغفر 1000 مرة حتى يفتح الله علي. إذا كان ابن تيمية يفعل هذا الفعل أنت بتفعله؟ هل إذا أشكلت عليك مسألة أنت بتفعله؟ نعم أنت أخي السائل، أنت هل تفعل هذا ولا تقول ابن تيمية قال وابن تيمية كان يستغفر وابن تيمية كان يفعل وكان أبو هريرة يفعل 12,000 استغفار في اليوم على قدر عتقه من النار وكان وكانوا وكانوا وكانوا، أنت ماذا تفعل؟ أنت تقرأ ماذا فعلوا، تكتب، تحلل ماذا قالوا؟ هل نهاك الله جل في علاه أن تعرف أنت؟ وهذا الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، سمعه الذي يسمع به. شو يعني يا أخي؟ يعني هذا الحديث غلط؟ وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه ولا أخرن له إلى يوم القيامة، ولئن استعاذ لأعيدنه. نعم ما هو هذا الحديث صريح، لكنك انت اعتذر، يعني لو انك تعيش هذا الحقيقة ستجد هذا حديث صحيح. كيف اعرف ان الله جل في علاه؟ ان الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب، انه حديث صحيح ليس ضعيف. كيف بدي اعرف؟ الآيات تقوي هذا الحديث أنه صحيح، الآيات. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ها هاي حياة طيبة كريمة، فأنا ما فيش علي هم. نعم من لازم الاسم. والآية الأخرى ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فمن أنا مش مهموم إذا الله بدوش يعذبني؟ ما هو العذاب يعني الأف، إذا بتقول أف معناها فيها عذاب، فيها نكد، إذا أولادك مغلبينك، إذا حياتك كدرة، إذا أمورك معطلة، معناها هذا ينافي الآية. لكن لمن هذه الآية؟ فالحقيقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إما قال يا إما لم يقل، صحيح يا إما قال الكلام هذا يا إما لم يقله. لكن في بالرواة رجل لا يثق به،
المشكلة في الراوي مش المشكلة في الحديث، فالحديث يا إما مكذوب يا إما هو صحيح. نعم ما في يعني هيك حديث الرسول عليه السلام يعني لربما قال نصفه ونصفه، لا لا ما أظن إنه هيك، بس إنه المشكلة في الرواة. فأنا لست عالم وأنا لست الشيخ وأنا لا شيء، لكني أعرف إن الله يستجيب، والله إن الله يستجيب، والله إن الله قريب. نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أخي قريب ماذا يعني؟ ما ما لماذا ما هذه الآية؟ شو بتصرح؟ ولئن أتاني عبدي ما شئن أتيته حرم، ما هذه الآية تصرح؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى ولئن سألني لأعطيني، ماذا هذا الحديث يصرح؟ نعم على ماذا هذه الأحاديث تصرح؟ والصحابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه علمه التوحيد حتى إذا سألوا الله جل في علا يعني سألوا عن ملح طعام من شراك عليهم سألوا عن كل شيء. فإذا كانت قصة الإمام أحمد مغلوطة فأنا أقول لك إنها صحيحة. ليش؟ لأنه الذي بحث فيها ما عاش الاستغفار، ما عاش الذكر بالليل والنهار، ما هو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنحببته، أعطاه كل شيء. بس اقبلوا منا هذا الكلام، اقبلوا منا رب أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره. طيب الحديث الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار ودخلوا إلى غار وتدحرجت صخرة فأطبقت عليهم، هل استجاب الله مباشرة ولا لم يستجيب الله؟ بالله عليك هل استجاب الله؟ لماذا بدك كل شيء تؤخره؟ لماذا؟ والله لو تقبل مني هذا الكلام وتحمل مسبحتك وتبدأ تستغفر وآيات الاستغفار واضحة جلية، والله تعرف متى يبدأ أعطي الله؟ إحنا علينا ذنوب كجبال تهامة، إحنا علينا ذنوب كجبال تهامة. في حديث، في حديث يا رسول الله أنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانك في لسانها، كلنا هيك اليوم إحنا في رمضان كلنا هيك نؤذي الجيران نؤذي ما نخلي حدا إحنا، قال لا خير فيها فهي في النار. من منا لم يفلس بحديث المفلس؟ بالله عليك كيف يستجيب الله لمفلس؟ أبدو كبه بالنار كيف يستجيب له؟ الله يستجيب لاثنين لربما هم حتى على ضلال، المضطر والمظلوم، هذولا استثنيهن المضطر والمظلوم، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، والمظلوم له دعوة لا ترد لو كانت من لسان كافر. فهنا هاي نستثنيها ونستمر إلى أين منا يصل؟ متى يستجيب الدعاء ويستجيب الله جل في علاه؟ والله يا جماعة أقسم بالله إنه كلام، ما هو كلام، وأنا مسؤول أمام الله إني هذا وجدته ووجده المتابعين عندي وناس حفظ الكتاب الله. نعم هنا قصص إن شاء الله سأسردها قد نزلناها مرارا وتكرارا. نعم هذه المقايضة التي أنا سميتها هي الثلاثة الذين تدحرج يعني أخذهم المطر فأووا إلى غار، يعني ماذا قالوا؟ يا رب إن كنت تعلم أن هذا العمل خالص لوجهك الكريم فأعطيني مسألتي، لكن الله أعطاني، والله ما عيرني بهذا الأمر، ما لو أنه الله لا يريد أن يعطيني ما أعطاني. ولا تقول لي إن الله يستدرجني، أنا مش كافر. نحن نستغفر بالليل والنهار ونقرأ القرآن ونصلي والحمد لله رب العالمين وندعو للتوحيد ونقول وإياك أن تنبطح تحت الأقدام تبحث عن رزقك ورزقك عند الله، إياك أن تقول روسيا وأمريكا أمرنا عند الله. نعم نحن نقول لهم روسيا ولهم أمريكا، لا يا أخي إحنا نحن أمة تحت العقاب، نحن والله يعذبنا بذنوبنا، نحن أسأنا الأدب إلى الله. نعم ذاك فلان الذي صام وصلى وعمل من الخيرات ما عمله، لكنه إذا خلف في محارم الله انتهكها، ماذا فعل الله في أعماله؟ جعلها هباء منثورا. هاي المفلس والذي تصوم بالنهر والليل، وهذا من منا لا يفعل هذه الأفعال كلها، إلا مش ساقط في الربا ساقط في الغيبة، ولا مش ساقط في الغيبة ساقط بالتكشف، ولا مش ساقط بالتكشف ساقط بالأنا، أنا خير منه، من هذا شرذمة، من ها هكذا. هذا نحن، هل نراقب الله؟ زكينا أنفسنا، أعطينا مراتب لأنفسنا، وحتى لو على علمنا، من رفع أنفه فوق التراب فلن يقبله الله منه شيء. إن الله يعني من تواضع لله رفعه الله. فالكلام إنك أنت لأنك أنت بفضل الله، يعني الفضل كله لله طبعا، نحن ولا شيء، أنا قلت لك أنا مش شيء ولا عالم ولا شيء، أنا أدي الله لي، إنما الله عاقبنا فتبنا، والله كما يعني نقتدي طبعا أولا وآخرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طريق سلمان الفارسي كان فيها
نعم بحثنا من هنا وبحثنا من هنا وبحثنا من هنا حتى وأوصلنا الله. نعم الباحث عن الحق حقا على الله أن يهديه، أن يهديه إلى صراط المستقيم. حقا على الله يهديه. أنت تبحث عن الله ولا بدك فلوس؟ نحن نبحث عن الله، نريد أن نصل الله. لماذا هذه الأمة في ذيل الأمم؟ بحثنا عن الله، بين العيب. لأنه إحنا عندما كنا نتفلت، والله كنا نتفلت يا أخي، كنا يا حتى يعني ليش ابن عمي بيجيش يشتري من عندي؟ طب أنا الله قال لي رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، طيب كيف بدي أوفقها هاي؟ كيف بدي أوفقها؟ كيف بديش أخذ قرض ربو لما أنا تجارتي واقفة وبدها ترجع شكاتي مثلا؟ كيف بدي أساوي؟ كيف ما هو العمل؟ كيف بدي أوفق كل هذه الأحاديث؟ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. نعم يا ألا علمك يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، أسأل الله ونه. لأن أنت أتهم أمريكا وأتهم الغرب، أتهم أنه سارقنا ومدمر لنا حياتنا، والله الله جل في علاه لم دمر حياتنا على أيديهم، الله جل في علاه الذي قال تكاد تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أم كلا نحن يومئذ رسول الله. قال لا، لكنكم يومئذ كثير، لكنكم كغثاء السيل. شوف اسمع الحديث كمل. ينزع الله المهابة من صدور عدوكم منكم. من الذي نزع؟ الله، الله الذي نزع مهابتهم، مهابتنا من قلوبهم، بطل يخافونا. ويقذف في قلوبكم أنتم يا مسلمين الوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. أنا خرجت عشان أبينك إن الله يعاقبنا في هذه الأمور. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. أولي شكاً الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. فنحن غرقانين، يعني غرقنا في الشرك، الشرك الخفي. يقول جل في علاه يا عبدي لو أتيتني بقرابة الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. ولكننا نشرك، والله نشرك، أقسم بالله بالليل والنهار نشرك. نعم أنت لا تتملق الناس عنشان منصب، أو تتملق الرئيس، أو تتملق كذا عنشان لعاعة من هذه الدنيا. أنت لا تتملق، أنت لا تظن إن علمك الذي أتى بالرزق الذي بجيبك، هذه الفلوس التي بتعملها، أنت تظن إنك علمت نفسك. أليس هذا شرك؟ إنك أنت مش الله الذي أوجدك في هذا المكان حتى تعرف إن أنت مكلف في هذا المكان. الله كل يسر لما خلق له. كيف نفهم هذه المواضيع كلها؟ كيف نفهم إني أنا عبد لله، أنا مؤتمن إني أكون مدرس أبين للناس وأجري على الله؟ كيف تكون الشغل عبادي؟ كيف وأنا أسرق وأنا غش وأنا أنصب وأنا محتال؟ هكذا هي هذا الشغل العبادي؟ والله أنا مؤتمن إني أؤدي مراقب لله في كل شيء. متى يستجيب الله؟ يستجيب الله جل في علاه. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. استجيب إلى الله، توب إلى الله، لا تزكي نفسك، أقبل على الله. والأحاديث صحيحة تبين لك أين أنت خرجت وابتعدت. والآية صريحة، الآية صريحة. متى يغفر الله؟ فقلت استغفر ربك وإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفر، وعندما تستغفر الله وتكثر من الاستغفار سيرسل الله السماء عليك مدرارا. والله سيرسل السماء عليك مدرارا. وعلامة علامة المطر هذا إنه مطر الحق بإذن الله تعالى. إذ كان بفصل الشتاء سترى فيه رؤى، وإن كان بفصل الصيف ستراه جلي من دون ما تحتسبه، ثم بعد ذلك يأتي فتح وعطاء من عند الله. نعم عندما قال الخباز للإمام أحمد وهل وجدت من ذلك شيء؟ قال والله ما سألت الله بشيء لا أعطاني إياه إلا واحدة، أنا أرى الإمام أحمد. فإنت إن لم تكن تصدق هذا الأمر، إذا بتعيش مع الاستغفار بتعرف شو معنى الاستغفار، ما عظمة الاستغفار، وكم يحقق لك الاستغفار. استغفار مفتاح المغاليق. كل باب أغلق عليك بذنب، وعندما تتوب إلى الله ولا تشرك به شيئا وتكون تحت هذه الآية وتعرف شو معنى، شو تعرف شو معنى الحقيقي للشكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تفطرت قدماه عندما قام الليل بصورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم تفطرت قدماه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقالت له ستنا عائشة يا رسول الله يعني كل هذا يعني تجهد نفسك لماذا؟ قالت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالعبادة المستمرة
ثم والأهم أن ترد فضل الله عليك لله. ما تقولش أنا، ما تقول إني أنا اللي تعلمت، الله أذن لك أن تتعلم، أعطاك عقل كافي، لربما أخوك في البيت، لربما أخوك في البيت من بطن واحد نفس الشيء عنده ما شاء الله، لكنه خلص لا يستوعب إنه ما بتستوعب أنت. الله هيئك لتكون أنت داية، هيئ فلان ليكون مهندس، هيئ فلان ليكون طباخ، هكذا الله خلقنا. كيف قصة داود عندما نثر الله جل في علاه ذرية آدم من ظهري وقالوا أشهدوا على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين. ثم قال سيدنا آدم عشان تعرف أنك أنت موجود وكنت موجود على أساس أنك أنت داعية لله. فكان سيدنا داود عندما رأوا بسنور يشع من وجهه قالوا من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. خلاص الحديث قال كم كتبت له من العمر؟ قال له 60. قال زدته مني 40. ما سألوا يعني خلاص الحديث احنا موجودين. قال يا رسول الله متى كنت رسول أو نبي؟ قالوا منذ أن خلق الله العرش، يعني منذ الأزل. طبعا يعني إذا كان في تأخير مع الأنبياء، طبعا نحن لا نقارن أنفسنا بالأنبياء ولا بصحابة رسول الله، لا تقس لي أنفسنا على صحابة رسول الله أبدا أبدا، لربما حتى تشرع وتبدأ أنت تكون مستجاب الدعاء بإذن الله تعالى، نعم لربما يكون عندك سر بينك وبين الله. والحديث صحيح من عاد لي وليا فأنت ولي من أولياء الله، الله سيتولى أمرك والله سيستجيب لك وسيستجيب لك كما طلبت إن شاء الله. ولا هي حقيقة؟ نعم حقيقة، بس أبين لك كيف تكون الاستجابات. يعني الله لك أمريكا تهلك، لا مش هيك الأمور، في ترتيب للأمور كلها، لكن أنت تبدأ مع نفسك إن شاء الله. عندما يمطرك الله جل في علا بعد لزوم الاستغفار، منش راح تصدق بلاش لك هذا، بدكاش تصدق إنه حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر وأووا إلى غار، وهذول سأسألوا الله بصالح أعمالهم وأنا عملت هذا العمل، إني عملت عمل خالص لوجه الله لا يعلم فيه أحد، ثم سألت الله بهذا العمل يا رب إن كان هذا العمل خالص لوجهك الكريم فأبطل السحر الذي كان معطل، يعني أكثر شيء لزمت الاستغفار بسببه، فوالله أبطله الله مباشرة. طبعا الله بيغيب أمور عنك، الله بيغيب أمور عنك، مش أنت اليوم عرفته أنت تفعل. وأنا بقول للإخوة عليكم أن تلزم الاستغفار أولا حتى يمطر الله السماء، بعد أن يمطر السماء ليش؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يعني عندما الله يغفر فبيرسل السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبعدها يأتي الفتح من عند الله. نعم، فالاستغفار مربوط في المطر والمغفرة مربوطة في المطر، فارتباط مباشر، ولا علم غيب ولا شيء ولا شيء. الله أي صريحة، أي صريحة عشناها وعاش المتابعون بصحاري بصحاري. بديش أفوت الموضوع أكثر من لازم، إذا أنت متابع للقناة وبتقرأ تعليق الناس والقصص التي أنزلها، إن شاء الله سأنزل يعني قصص هنا وأتكلم عن هذا الموضوع، على موضوع استجابة الدعاء. استجابة الدعاء أنت بتقول للناس وبتعلم الناس، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، يا أخي لا تكفي ولا شيء. تعرف وين تكفيك؟ متى يبدأ يعطيك الله؟ ما هو أنت إذا أنت متبع معي قلت لك لا تأمرون بالمعروف لا تنهون عن المنكر وشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه عليك سحر، عليك سحر لا يرفعه، لا تأمر بالمعروف أنت ولا تنهى عن المنكر، أنت مغموس بالمنكر، مغموس مش أنت يعني المغموس بالسقطات، مغموس بذنوب الخلوات، مغموس بالربا، مغموس بالتكشف، بالعري، في الغيبة، في النميمة، في قطيعة الأرحام وفي كل هذه الأمور، ويؤخر صلاة وهو بعيد كل البعد، ذنوبه وصلت عنان السماء وهو لا زال مستمر. فعلينا أن نفرق كمان يعني بين الذنب الذي بيننا وبين الله وبين السيئة التي بيننا وبين الناس، بين الناس التي لا يغفرها الله، الله لا يغفرها. بدك ترد الحقوق إلى أصحابها، وبحديث المفلس بيصل الموضوع، لكن الله سيهيئ لك عمل إنك تعمله حتى تخرج من دائرة المفلس. فالله جل في علاه هو الذي سيفتح عليك الباب الذي والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أعتذر أنا لأني أنا دحوق لك إياها في يعني كيف يستجيب الله. عندما تتوب إلى الله وتقبل على الله بكلك منكسر لله جل في علاه وتأخذ على محمل الجد الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة التي يعني
يعني كيف نصحح؟ قلنا يعني عندما عاش المستغفرون معنا حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزق من حيث لا يحتسب. أنا والله أقسم بالله رزقنا الله من حيث لا يحتسب وكل المرات من حيث لا يحتسب إلى يومنا هذا من حيث لا يحتسب، مفهوم؟ والمتابعين كلهم كان في تعليقات، يعني أنا لا أستطيع أن أجمع كثير تعليقات، يعني جروب في روابط لربما أرفقها هنا، كيف رزقهم الله من حيث لا يحتسب. طيب هكذا الحديث صحيح، لما عندك آلاف بيقولوا رزقني الله من حيث لا يحتسب، فمعنى ربما هذا الراوي الذي هو ضعيف ولم يأخذ برأيه العلماء لربما كان الحديث صحيح وأصبح صحيح الحديث، فهو يا رسول الله يا إما قال يا إما لم يقل، ما في إشي بالنص، لكن رواهم الضعاف أو واحد منهم أو اثنين منهم أو مجهولين أو هكذا، فإنما يتحقق الحديث بحذافيره، فهذا حق، فهذا ما حدث معنا، هذا ما حدث معنا. يعني يا جماعة أقسم بالله بال2015 كنت جالس عمال أحضر بدي ألقي درس، كنت باني بالاستغفار، طبعا أمطر الله المطر الأول مطر الاستغفار في شهر 6، وكنت جالس في رمضان كهذه الأيام جالس عمال أحضر، يعني أحضر لدرس بدي ألقي في المسجد، دخل علي رجل والله هذا أول عطاء كان، أقسم بالله فرحت له فرحا، أول عطاء كان تقريبا يعني بفلوس الدولار يعني يقارب 4000 دولار، أقسم بالله والله فرحت له فرحا، مش للدولارات، فرحت لأنه الحديث من حيث لا أحتسب، وقضى الله عني دين أكثر من 80,000 دولار من حيث لا أحتسب كمان بعد 6 أشهر. أنا قلتش ما قلنا الاستجابة الدعاء ما بتمسك المسبح وتستغفر لله يبدأ يعني يعطيك، هناك إخوة 6 أشهر، هناك سنة، هناك 4 أشهر، هناك 3 أشهر، هناك يعني لربما دخلوا في أما يجيب المضطر إذا دعاه، نعم فلزموا وبدأوا الله يريد أن يعطي، نعم فالله. ودائما قلت أنا لربما يمسك الله عليك شيء كي لا، يعني لربما يعني عندما تلزم الاستغفار وأنت مثلا بدك الولد أو بدك عليك دين وعليك مشاكل كثيرة حواليك، فهذه المشاكل كلها ينهيها الله إلا هذا الولد لم يأتي بعد، يعني إنجاب أو هذا الدين لم يقضى بعد، ولكن الأمور مسيطر عليها، انفرجت أمور كثيرة بالاستغفار، لأنه ما كان الله معدي بهم مستغفرون، فبدأت تنفرج أمور وتتسهل أمور وأنت ترى أنه يعني نعم أنت تسير في الطريق الصحيح. ما قلت أنك بيوم وليلة والله سيستجيب لك دعواتك، لكن متى يستجيب؟ يبدأ يستجيب بعد المطر. ماذا يحدث عندما تقرأ آخر سورة، آخر سورة البقرة سترى أثرها، عندما تقرأ دعاء السفر سترى أثره، لكنك اليوم أنت بتقرأ يا مسكين وبتساوي حادث وبروح نص اللي بقلب السيارة بتطبش السيارة، لكن عندما يمطرك الله وانت لازلت لازم الاستغفار، مش يعني خلص استغفرنا نزل المطر وانا خلص انا مغفور لي، لا انت دائما يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب فاستغفروني اغفر لكم، فنحن نخطئ بالليل والنهار فعلينا ان نستغفر ونلزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، نعم. فهنا اذا خرجت من البيت طبعا الله سيسهل لك امور كثيره جدا جدا جدا، نعم ستصبح مستجاب الدعاء باذن الله تعالى، والشيء تدريجي تدريجي، ولا يزال عبدي يتقرب الي حتى احبه، نعم. فالله جل في علاه ما منعك انك ترى حقيقه امامك، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، في انفسهم نعم، بينك وبين الله سر استجاب الدعاء، امور تخصك بينك وبين الله، تعرف انك كيف تصير ولي، يعني ممنوع انك تصير ولي يعني اذا الله سهل لك عشان هيك في دور عظيم جدا جدا لسورة البقرة، هاي من يعني ولا يزال عبدي واحب ما تقرب الي عبدي فيما افترضته عليه، نعم هي ليس فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة لكن كل النواهي. طب كيف انا انتهي عن الاشياء اللي عشت معها من النواهي، مثلا واحد ساقط في اباحيات، واحد ساقط في غناء، واحد ساقط في حب الانا، في المشاهير، في كذا، في كرة القدم، في اشياء كثيرة، في سوء خلق، في عصبي، في كذا، كيف أنا كيف؟ فهذا الأمر، هذا الأمر له سورة البقرة، خذ سورة البقرة وأقرأ سورة البقرة محمل الجد، وسترى كيف ستخلع منك هذه الأنا وهذه السقطات وهذه بذاءة اللسان، والأمور ستنتظم معك وستبدأ إن شاء الله تدخل في هذا الحديث، بدون هذا الحديث لا تستطيع، وستبدأ تفهم مفهوم الرزق، كتب رزقك في بطن أمك، لماذا تأخذ القرض الربوي، لماذا تنظر إلي، لماذا تحسدني، لماذا، كل هذا سورة البقرة ستنهي أنت تقرأ وهي تفعل، هذا الذي بيّنته للجميع من أفعال سورة البقرة، إنها تعيد لك الخلق الحسن.
الفهم وحسن التوكل وحسن التوحيد والإيمان الإيمان الحقيقي، وأن تصبح بإذن الله تعالى لا يمكن أن تصل إلى الولي إلى ولاية بدون سورة البقرة، لأنه هذه من أفعالها، هذه من أفعال سورة البقرة، حسن الخلق، عقلك المدبر، تطرد هذا الشيطان، تبطل هذه الأسحار، تعيد لك القوامة، تعيد لك الرشد. نعم، فهذه من أفعال سورة البقرة. فكيف لا يستجيب الله جل في علاه كل هذه الأحاديث كل هذه الآيات؟ والله جل في علاه، وابن تيمية يقول لك خير الدعاء الاستغفار، وإذا أشكلت علي مسألة فأنت تريد أن تمحى قصة الإمام أحمد، ولكن القصة التي بدأت فيها بالاستغفار 30,000 بدأ الاستغفار فيها عندما قال عبد الرحمن اللحياني، الشيخ عبد الرحمن اللحياني، قال شاب يقول له يا شيخ تكلم الناس على الاستغفار، والله إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 30,000 وما سألت الله بشيء إلا استجاب. نعم الله يستجيب يا أخي، يا أخي أنا بقول لك الله يستجيب. الرسول الله جل في علا عندما لا تشرك بالله شيئا وتنسب فضل الله عليك ولا تشرك به شيئا، نعم لا تشرك به شيئا، لا تقول أنا ولا تقول أمريكا ولا تقول فلان، وعرف أن الأمر كله عند الله، وكيف تتوجه إلى الله وكيف تسأل إلى الله، ولا تتجعل مع الله أحد. فكل مشكلة عندك، كل مشكلة عندك مشكلتك مع الله، عندما تحل هذه المشكلة بينك وبين الله سيستقيم لك كل أمر وسيستجيب الله لك. نعم إنما الله منعك ليؤدبك. وين راحت هذه الآية يا أخي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أين ذهبت هذه الآية؟ ليه غيبتوها؟ لماذا؟ لماذا غيبت هذه الأحاديث؟ يا رسول الله إنها تصوم النهار تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. أمة تحت العذاب أخي، نحن تحت العذاب، نحن لا نأمر بمعروف لا ننهى عن منكر، نحن غرقنين في الأمور التي ابتعدنا فيها بأحاديث المفلس سقطنا، بأحاديث إذا قال في محارم الله سقطنا، وحديث لا نأمر بمعروف لا ننهى عن منكر سقطنا، وبحديث المفلس سقطنا، أربع أحاديث سقطنا، كل الأمة ساقطة في هذه الأحاديث. يعني أنا لا أستثني تقريبا، يعني مش دا أستثني. فنحن تفننوا في معرفة أوامر الله، لكن كيف نعرف الله؟ بهذا الحديث من أذى لي وليا فقد أذنت بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي. فتتقرب لله بالاستغفار، عيش الاستغفار، إلزم الاستغفار بالليل والنهار، شوف شو بده يصير معك، إلزم سورة البقرة وأكثر وشوف شو بده يصير معك. لكنك خهلا، ما فيش غيب وما فيش شيء ولا يستجيب الله كيف يا أخي؟ لأنك أنت لا تريد، أنت فقط تبحث بأقوال فلان وأقوال العالم الفلاني وأقوال العلماء، لا تريد أن تفعل، أنت تريد أن تحلل ماذا قال ابن تيمية، ولا تريد أن تعمل، لا تريد. حديث أبي بن كعب، هل عشته يعني إذا يعني إذا تكفى همك وغفر ذنبك، هل عشته هذا الحديث يعني في الصلاة على رسول الله؟ قال أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله، أنا عشته هذا الحديث، أنا عشته، والفضل كله لله، وتجلى لي هذا الحديث وتجلى لي الاستغفار وتجلت لي سورة البقرة والحمد لله رب العالمين، فالفضل كله لله. فإنه كل شيء هكذا يعني هذه الثقة التي بين الشباب بين المسلم مع دينه نزعت في هذا الكلام، نزعت يا أخي، الله يستجيب، الله قريب، الله يعطي، خزائنه ملأة، ما منعنا شيء إلا لتفلتنا، إلا لنسبنا فضل هذا الشيء إلى غير الله. طبيب يعالجني وأنسب فضل العلاج والدواء كله لهذا الطبيب. نعم فلان يشغلني عنده ويعطيني وظيفة مليحة وأنا أصير يعني ليل نهار فلان الفلاني فلان الفلاني. يا أخي الله الذي فتح عليك لن تأخذ هذا العمل حتى يوقع الذي في السماء هذا العمل، فرد الفضل، قل الفضل لله الحمد لله رب العالمين، بتقوم على صلاة الصبح وبترك وتعالى الجامعة وانت في المساجد وترد فضل هذا العمل لا إلك، اتعلمت صرت مشيخ بتقول أنا وأنا كذلك، يعني مش إنه يعني أنت، نحن هكذا، وهذا والله يحبط العمل مباشرة، ما في ثمرة. طب لماذا لا يستجيب الله؟ تعرض الفتن على القلوب عودا عود كعود الحصير، فأي قلب اشربها تنكت فيه نكتة سوداء، هي سوداء مربادة كالكوز المجخية، لا تقر معروف فلا تنكر منكر ترى. وصحابة رسول الله ماذا عرفوا عن رسول الله وهو بعد مطارد؟ ماذا رأوا عن رسول الله؟ ما رأوا، ما هني شافوا رأوا الماء يتدفق من بين يدي رسول الله، رأوا الحصى يسبح، رأوا من آيات ربهم، رأوا نعم رأوا جبريل جالس بين الصحابة مع رسول الله عندما سألوا متى الساعة، قالوا ما المسؤول أدرى بالسائل من السائل، ما المسؤول أدرى من السائل،
هذا جبريل جاء ليعلمكم أمور الدين لكم لباس يلبس يعني لا يرى عليه أثر السفر. رأوا ماذا يعني رضوان الله عليه أبو الدحداح يبدل 600 نخلة في نخلة وين؟ في الجنة. ورسول الله بعده مش مؤسس ملكه وحكمه. ماذا عرفوا عن رسول الله؟ ماذا عرفوا عن الله؟ ما عرفوا الله، كان يسألوه فكان يعطيهم. نعم، فرسول عليه السلام في الإسراء والمعراج رأى ما رأى، لا يستجيب، كيف لا يستجيب؟ استجاب الله لكل الأنبياء وأعطاهم وعندهم. وسيدنا يا أيوب على ماذا صبر؟ على ابنه. نعم، النبي عرف من خلال الرؤية إنه ابنه يوسف سيكون نبي. قال إن أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم علم. سيدنا إبراهيم نعم قال أريني كيف تحيي الموتى. رأى الكواكب ورأى من آيات ربه. رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به. نعم رأى كل شيء. فلق له الله جل في علا القمر. لماذا تقول لا ما أخر كل شيء؟ لم يؤخر كل شيء، بس من حكمه يؤخر عشان إحنا نعم نصبر. منعنا عندنا الإخوة الذين لزموا الاستغفار، يعني عندهم منهم من هو 6 أشهر منهم 14، لكن بعد ما يفتح المغاليق الله خلص. عندما يستقيم القلب خلص. أنا صحيح كنت مديون وأخذت الاستغفار أساس الدين، فالله يؤخر حل الدين. قلت لك قد يحلحل الله أمور كثيرة من حولك عشان يبين لك جمال الاستغفار وجمال القرب من الله وجمال الصلاة، بتصير الأمور طيبة. ولكن هذا الدين لا زال ماسكك. ليش؟ لأنه بعدك أنت متعلق أنك بتستغفر عشان الدين، مش عشان أنه يبدأ تعيش. من كان همه الآخرة جعل الله غناه في صدره. هذه كلها المعاني تبدأ تأتي منين؟ عند الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله لا يهديك، الله الذي سيبين لك. فأنت تنكر لأنك لا تفعل، أنت فقط تقرأ ما قالوا. هي مشكلتك، مشكلة الذين يقولون لم يثبت إنهم لم يفعلوا. قرأوا، ما أعجبتهم قصة الإمام أحمد. والله أقول لك إنها حقيقة، هذه القصة هذه حقيقة، هذه قصة حقيقية وصحيحة. لأن أنت لزمت هذا الذكر وتبت إلى الله وأقبلت على الله، نعم سترى العجب من عند الله. يعني نبقى في أحكام الوضوء أحكام هذا، أولادنا شبابنا ذهبوا إلى الطاقة، ذهبوا إلى القرآنيون، بدأوا يصيروا قرآنيون. أنا قلت لك أنا لا شيخ ولا عالم، لكني الحمد لله رب العالمين أعرف الله جل في علا، أسأل الله يعطيني الله، يستجيب الله بفضل الله، يستجيب للمتابعين. نعم في هذه المقايضة التي أنت لا تروقك، سميها ما تشاء أنت، أنا سميته أعطاني الله، مش مرة ومرتين وعشرة وعشرين، الحمد لله رب العالمين. لو والله لم يردها، والله لو لم يرد الاستغفار في 2022، عشان أقول لك 2015 تكلمت عن $4,000 وخذ الله عني $80 من حيث لا أحتسب، وأبطل عني سحر في هذه المقايضة التي أنت تسميها لا تروقها، سميها ما تشاء أنت. في 2022 دام عدنا وكان في انتهاكات على مصر الحبيب وهكذا، قلت هذه أمة تعذب بذنوبها، علينا أن نلزم الاستغفار. وتذكرت ورد 30,000 مش من باب تحديد الأوراد، والله بال 2015 ما قلت لحدا ولم أعرف في شيء اسمه تحديد أوراد. فلزمت الاستغفار ب 30 31 32 بكني لم أنزل عن 30,000 استغفار. وبال 2022 بعد رمضان نفس الشيء، يعني لزمت الاستغفار. وأول شيء بشهر 6 تلبدت السماء وكتبت تدويني على الفيسبوك، ما لم تكن هذه القناة موجودة، إن أول عطاء الله المطر. نعم بعد المطر سيفتح الله عليك باستجابة الدعاء بعد المطر، نعم. لكن هناك أمور مستعصية من الذنوب التي بينك، يعني أنت تبكي منها، هذه من أفعال سورة البقرة، أن تأخذ سورة البقرة محملا للجد. ولنا كلام في سورة البقرة. إذا شئت أن تعيش القرب كما عاشوا صحابة رسول الله، عرفوا الله، أنت تعرف أوامر الله، وأنت مصر أنك فقط تعرف كيف الله كل شيء يؤجله للآخر. لا والله الله يستجيب يا أخي، يا أخي آيات صريحة. وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى ما يتأخر كل آيات الآخر. نعم لماذا كانت الحل مشكلة ابن تيمية بالاستغفار؟ لماذا عبت علينا قصة الإمام أحمد؟ لا أنا أقول لك قصة الإمام أحمد صحيحة 100% لأني عشتها، ونسأل الله والله يستجيب. والمتابعون الله عمال يحلح الأمورهم.
نعم حافظ لكتاب الله، يدرس يحفظ 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 يحفظ، يعني هو كل اليوم في ذكر، لماذا لم يستجيب الله له؟ ديونه متراكمة، أموره متراكمة، أموره معطلة، لماذا لم يستجيب الله له؟ عندما لازم الاستغفار تغير حاله. نسمع هذه القصة وننهي هنا إن شاء الله، لكن إن شاء الله بدي أصور أنا الشاشة السؤال الأخ، والله يستجيب واستجاب للأنبياء وأخر أشياء لحكمة يريد أن يبيننا. نعم هناك في أمور قد تفوتنا، وبسورة البقرة ستتضح لك أمور كثيرة. في كثير من الأحيان أنت تظن أنك تريد هذا الشيء، والله يا جماعة أنت تريد هذا الشيء، وأنت كل هدفك أنك عايش لهذا الشيء، مثلا بدك يكون عندك أكبر متجر، أكبر كذا، أفضل كذا، ولكن مع سورة البقرة سيتلاشى كل شيء، لأنك ستأخذك سورة البقرة إلى المكان، إلى الوجهة الصحيحة. فهذا الشاشة بإذن الله، صوروا الشاشة عشان السؤال هنا، يعني ممكن صور الشاشة، أنا بشوفش بدون نظارات بس أشوف إذا الصورة. نعم صوروا الشاشة. فإحنا ما قلنا بفورية، لكن بعد كل واحد بعد ما يمطره الله وتبدأ الأمور تبدأ تدريجيا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني كلما أكثرت وخلص أبحرت أنت مع الله، وبدأ يصير همك الآخرة، همك الآخرة ليس الدنيا. وهذا نعم مع سورة البقرة، هذا من أفعال سورة البقرة، أن تقلب همك من الدنيا إلى الآخرة، هذا من أفعال سورة البقرة، هذا من أفعال سورة البقرة مش من أفعالك، بس فيها إبحار، مش يوم يومين مش شهر شهرين. قد قرأ سورة البقرة ربما حتى الآن 2000-2200 مرة، كل يوم أقرأها، فهي تأخذك إلى عالم آخر. سورة البقرة، اقرأ البقرة فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيعها البطلة، فالبطلة كله باطل سينتهي من حياتك. نعم هي الصحراء. فنسمع القصة هاي، بس قصة وننهي فيها. هاي أخت إن شاء الله نسمع قصة عشان ما يطولش، إن شاء الله يكون لو تأخذت الاستغفار محمل الجد، في آيات الاستغفار واضحة جلي، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيين حياة طيبة. إذن لماذا نحن هكذا كل بلاء؟ لا يا أخي إحنا تحت العقاب، أحاديث التي سردتها لك كلها عقاب عقاب، ثم أنا أدعو، أنا علي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حتى يقبل الله مني دعاء. تدعوه فلا يستجيب، من يقول لك الحديث لا تدعوه فلا يستجيب، فكان أنا أولى إني أستغفر، أولى إني أترك الذنب وأسأل الله بهذا الذنب من باب المقايضة التي لا تريدها أنت. يا ربي تركت هذا الذنب لك خالصا لوجهك الكريم، كما ذاك ترك أن يزني بابنة عمه وقال يا رب إن كنت تركت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج ما نحن فيه، فزاحت الصخرة وأنت أترك ذنب وأنا أترك ذنب وفلان يترك ذنب، كل واحد يترك ذنب، ثم يسأل الله يا رب إن كنت تعلم إني تركت هذا الذنب خالصا لوجهك الكريم ففرج ما فيه إخواننا، رد الشم لم شمل هذه الأمة، ارفع هذا الذل عن هذه الأمة، يعني يعطيني مسألتي، تب علي، بين لي عيبي، هكذا نسأل الله. أما هيك يا رب يا رب يا ندعي ندعو عليهم ويزدادوا قوة، يزدادوا بطشا، ويزدادوا ازدهارا، ويزدادوا مالا، ويزدادوا بطل وخافوا منا، كما قال يعني ينزل الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. ليش؟ فبلاش يعني الكلام، خليه الكلام الحديث أحاديث، اجمعها صحيح. عندما تبدأ تستغفر، والله أقسم بالله عندما تبدأ أنت تستغفر سترى الفرق. عندما أنت تبدأ تستغفر فلا تظن أنك فوق القانون، يعني لا أنت ولا غيرك ولا أي واحد، كلنا نخطئ وكلنا علينا أن نستغفر. ونعم ندعو والدعاء سيجيب النتيجة إن شاء الله، طبعا ندعو، ولكن متى ندعو؟ عندما يبدأ يستجيب الله، علي أستغفر 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 الله، فهو خير الدعاء، لأنه هو سبب المنع الذنوب، ذنوبي حول الله، ديون، هموم، غموم، ذل، تخبط، اتيه، عدم توفيق، أمراض، أسقام، هكذا، هذه ديون ذنوبي حولها الله علي، فإن تبت سيرفع الله، نلزم الاستغفار حتى يرفع الله، نرد الحقوق حتى يرفع الله. وبارك الله فيكم، قصتين وننهي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد شلونك؟ محمد حجازي، بارك الله فيك، رحم الله والديك. أنا قصتي مع الاستغفار وسورة البقرة الحمد لله، بعد ما تابعت معك 6-5
10 شهور تقريبا. الحمد لله الحمد لله. كان الخطاب يجون حق بنتي ويرجعون، يجون يرجعون ولا يتم الموضوع. استمرين الحمد لله الاستغفار 5 شهور بفضل الله سبحانه وتعالى، والاستغفار سورة البقرة تزوجت بنتي. الحمد لله رب العالمين، والله يعني الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر يا رب. وابني الحمد لله كان متزوج حوالي يمكن 8 سنوات أو متزوج، وزوجته زود مستشفيات والدكاترة والأطباء، والحمد لله رب العالمين. لزم الاستغفار هو وزوجته، والحمد لله رب العالمين. والماء المقري عليه بسورة البقرة، ربي تيسرت أمورهم وحملت زوجته، الحمد لله الحمد لله. طيب يعني يا أخي كم كانوا يدعوا هذول عشان الله يعطيهم، لما زم ما لزموا الاستغفار وتابوا إلى الله رفع الله عنهم وأعطاهم، أليس هذه استجابة الدعاء؟ ألم يستجيب الله بالاستغفار وسورة البقرة؟ نعم الله يستجيب، الله يستجيب. ما هو الله لما منعك بسبب ذنوبك، ما كل التعطيل كان سبب ذنوب. نعم الكلام يطول، وهنا حض حافظ كتاب الله، وعندي قصص لحفظ كتاب الله، وعندي عشرات ألاف القصص التي دونت، والله كثير جدا من القصص. أمطرهم الله ورزقهم من حيث لا يحتسبوا، وكلام يعني اقرأ في التعليق، اقرأ يا أخي التعليق القديمة لربما أكثر كانت قصة لحافظ كتاب الله، نعيدها إن شاء الله. يعني استجابة الدعاء تبدأ في أحاديث رسول الله، عندما تسأل الله بحديث من خرج من بيته أو ركب سيارته وقرأ دعاء السفر، صلاة استخارة، سترى الاستجابات، سترى بداية ثم تطلب من الله فيعطيك الله، تدريجيا يزداد الأمر معك حتى تصبح أنك لا تحتاج شيء، حتى لا تحتاج شيء، سيكفيك الله ما أهمك. إذا بدك تأخذ حديث يعني من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم فرج ورزقهم لحيث لا يحتسب، إذا هذا كان بالنسبة ضعيف فهناك الصلاة على رسول الله، إذا تكفى همك وكفر ذنبك. فإذا أنت بدك تفوت على هذه الأبواب وقراءة سورة بقرة أخذها وبركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة، وكل هذه الأمور يعني لازم تبدأ تقرأ كتاب الله حديث رسول الله طبقها حتى تعرف أن الله قريب. ولا يعني شو بدي أبين، يعني كم أبين بأربعين دقيقة 50 دقيقة، ولكن في هون 1000 درس في مدة سنة ونص تقريبا. نستمر مع الأخ إدريس. أنا أخوكم من المغرب، أريد أن أتحدث معكم أو أسجل هذه الكلمة المطلبة شهادة لله ورسوله في رحلة الاستغفار المباركة مع الأخ محمد حجازي. أنا أخوكم من المغرب، اسمي إدريس. بدأت أحفظ كتاب الله عز وجل منذ 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، ورحلة الاستغفار بدأتها تقريبا منذ سنة في شهر نوفمبر من سنة 2022. وسبحان الله العظيم، يعني ما فتح الله علي به بالاستغفار لم يفتحه علي بالقرآن الكريم. كأن الذنوب والمعاصي وعدم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كانت تحجب عني أنوار القرآن وأنوار باقي العبادات. ولكن منذ أن بدأت في يعني رحلة الاستغفار المباركة شعرت، ليس شعرت يعني شعرت شيء قليل في حقي ما شاهدت وما رأيت، بل كانت مشاهدات، وكانت يمكن أن أقول على أنها كانت كرامات من الله عز وجل. نعم يعني أرسل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار تيسير في الرزق في الأولاد، ابتعدت عن القرض الربوي وعوضني الله سبحانه وتعالى خيرا، وامطر لنا الله سبحانه وتعالى السماء، وجاءني الرزق وجاءني المال من حيث لم أحتسب، ويعني يسر الله سبحانه وتعالى لأبناء الطريق في أمور ما كنت أحلم بها أبدا. فهذه الشهادة لله
السماء تتنزل منه البركات ويتنزل منه الخير وتتنزل منه الرحمة. فأريد أن أقول لكم إخواني الزموا الاستغفار، فما سلك أحد طريق إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة ويعني بتوبة نصوح ليس من أجل المال أو من أجل الولد أو من أجل شيء دنيوي آخر، وإنما يبتغي وجه الله عز وجل، إلا وفتح الله عليه أبواب كل شيء وأعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمه كما يقول أخونا محمد، بل وأكثر من ذلك. يعني طريق الاستغفار طريق مليء بالمسرات، مليء بالمفاجآت، مليء بنعم الله عز وجل، مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، مليء بالقرب إلى الله عز وجل. فهذا ما أردت أن أقول لكم إخوتي، ويعني أحثكم وأدعوكم إلى السير في هذا الطريق، طريق الاستغفار وطريق التوبة وطريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاعتراف بالذنب وبالضعف وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيكرمنا ويكرمكم جميعا، وسترون العجب إن شاء الله، سترون ما يقول الأخ محمد الحجازي بأم أعينكم بل أكثر من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء، وهذا ما أريد أن أقوله. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعتذر عن الإطالة. يعني كما قلت سبحان الله بال2022 بعد ما لزمت الاستغفار كمان مرة، طبعا انقطعت من 2015 ل2022، 28/9/2019 كنت أخذت البقرة ولازلت مع سورة البقرة حتى يومنا هذا، وب22 بعد رمضان 2022 جمعت سورة البقرة مع الاستغفار. فأول عطاء الله كان بالاستغفار المرة الأخرى، مطر بشهر 6/2022 بعد رمضان مطر، وبعد ذلك $4,000 كمان مرة، والفرج الحمد لله، أمراض شفاني الله منها كثيرة أقسم بالله، مع سورة البقرة بقيت الأمراض معي، عندما جمعت الاستغفار مع سورة البقرة شفاني الله من هذه الأمراض كلها، لكن الله معذبهم يستغفرون، شفاني من أمراض كثيرة بيّنتها بدروس سابقة. فهنا إن أخ لأخ سوداني يسكن في كندا، يعني هي قصص مسجلة، عشرات مئات القصص مسجلة، ولكن لا أستطيع يعني نزلتها في دروس وقصص دونت في التعليقات، أن الله رزقهم من حيث لا يحتسبوا، الله أمطرهم أمطر أصحاري، نعم لم تمطر من قبل بالاستغفار، حل أمورهم، غير أمورهم، نعم الاستغفار عندما تلزم الاستغفار، ما كان الله معذبهم ويستغفروا وانتهى الموضوع. ابني هذه الآية كل شيء، كل أمالك ابنيها، إن لم ضايقك سيزيله الله. نعم لو كان ابنك يعني مش معجبك تصرفاته وأنت لزمت الاستغفار سيتغير حاله، إن كان أهلك مش معجبك تصرفاتهم يعني انت يعني هني غلط مش انت الغلط، سيغير الله احوالهم كلهم، ان كانت البيئه اللي حولك مش مظبوطه سيصححها الله، ما كان الله معذبهم يستغفرون، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج كل هم فرجا، فاذا لا يعذبك الله فما فيش عندك هم. فالايه والحديث صحيح. بارك الله فيكم. فاستجابه الدعاء ستكون تباعا، كلما زدت كلما زاد الله، ونعم سترى بأم عينيك أمور تطلبها من الله، ولكن الله سيؤدبك، ستكون أديب مع الله، يعني مش يا رب نزل لي مائدة من السماء، مش هيك، لن نقبل أن نسأل هذا السؤال. فالواحد على قده، يعني على قد عبادته، على قد قربه، الله اللي بيعطيه، الله بيفتح عليه، ثم أن الله سيكفيك كل شيء. الله هذا هو، هذا هو بيت القصيد، إني في عندي أنا في عندي ثقة بالله، وثقة إن الله يستجيب، وثقة إن الله قريب، وأن الذي يعذب هذه الأمة هو الله. عندما نتوب إلى الله لا بظل أمريكا ولا بظل الله يهلك الأمم كلها، فعندما أصلح ما بيني وبين الله انتهى كل الموضوع، انتهى كل الموضوع، بطل في عندي أعداء، سينهيهم الله، وكفى الله المؤمنين القتال. فهذا هو، الله يبارك فيك ويرضى عليكم، لازم تعيش الاستغفار عشان تعرف، لأنه هو مفتاح مغاليق كل شيء، حتى فيهمك في موضوع أمور علاقة بيننا وبين الله، كل شيء غيبي، والله يقول لك سنريهم آياتنا في الأفاق في أنفسهم، ولا إن أتاني عبدي مشين أتيته هار، ولا وين يأتيهم، والله ما بدأوا الإخوة يستغفروا، ولا إذا الله يمطر السماء بالصيف بالخريف بالربيع بالهاي أمطر الله بصحاري بغير صحاري. فهذه هي، هذا الحديث تراه بأم عينيك، هذا جوابي.
عسى الله انك تقبل انك تمسك مسبح وتلزم الاستغفار بالليل والنهار. لا تريد تحدد اوراق، لا تحدد، لكن اجعل لك سقف كبير جدا جدا. والذين جاهدوا فينا والذاكرين الا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والذاكرين الله كثيرا. خذ هذه الاحاديث كلها، الا يزال من لزم الاستغفار، كل هذه اجمعها مع بعض، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم ذكر الله، هذه كلها تجمعها مع بعض، فابقى كل اليوم. لكن انتهي عن الغيبه النميمه السب الشتم، خذ هذه الاحاديث المفلس، وتصوم النهار وتقوم الليل، وإذا خلف محارم الله انتهكها، وأمر بالمعروف عنها عن منكر، وانتبه للشرك الخفي أن تنسب فضل الله لك عليك لنفسك ولغير الله فيحبط عملك. وهذا هو، هذا هو بيت القصيد. الأمة مغموسة في هذول الأحاديث الذي ألقاهم في الـ في الـ في, الـ في الله يبارك فيك ويرضى عليكم. إن شاء الله أكون أجبت. الله قريب مجيب، الله قريب مجيب، الله قريب مجيب. ونحن لا تجعل الأمة تذهب إلى القرآنيون، يصبح قرآنيون أحاديث كلها بالنسبة لهم بطلت صحيحة، ما فيش علاقة بين الله وعباده، كل شيء يتأخر إلى يوم القيامة. لا، الله يستجيب، الله أقسم بالله الله يستجيب، والله يعطي، والله يفك الكرب، وفك كرب الناس كلياتها عندما لزمت. نتفاوت، مش كن فيكون، ما قلت هذا الكلام كن فيكون، ولكن عندما هذه المقايضة التي سميتها عشان تبقى معروفة، هذه أنت عندما تبحر مع الاستغفار، وبعد أن يمطر الله لك السماء وإن شاء الله بتكون مغفور الذنب ابدأ ابدأ، مش أول مرة، مش ثاني مرة، ثالث مرة، هكذا اعمل عمل خالص لوجه الله، واستطر إن الله سيعطيك. لكن مش تقول يا ربي بدي سيارة بي أم، يعني يكون إنسان. نعم، سترى إن الله عمال يعطيك، الله بدأ يفتح عليك، الله يعطيك إشارات وعلامات وكل شيء على خير، وسترى إنك مع الله، وسيفتح الله عليك، سيفتح الله عليك. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.